السلام عليكم ورحمة الله. أسأل المولى عز وجل يمن يطالعني الآن أن يجعله في سعادة. شكرا من أعماق قلبي يا جماعة، إيه والله، على الدعم اللي تقدمونه، الله يسعدكم، شكرا لكم. اليوم يا أخوان أمونج أس ومود ثاني أسطوري أكيد، ولكن قبلها حاب أذكركم ترى أنا تكلمت بالإنستا وبالسناب عن موضوع بطولات جالسة تصير الفترة الحالية، فعشان كذا يا جماعة لاعبون بلا حدود مسوين مبادرة الماراثون بفورتنايت. ماراثون 13 يا جماعة الآن بفورتنايت، اشتريكته، جيب خويك سلمك الله ودوه حقك وشارك عن طريق الرابط اللي انا حاطه تحت. حاول انت وياه تجمعون اعلى عدد كيلز واعلى نقاط خلال يومين، ترى الفعاليه على مدى الاسبوع ما عدا يوم الاحد، وبتربحون جوائز ماليه وانتم ساكنين ببيتكم ولا احلى. ما بطول عليكم اكثر من كذا، الله يسعدكم يا جماعه على الدعم. اترككم مع المقطع ورابط تسجيل في البطوله تحت، وترى على فكره كل اسبوع العاب اكثر وبطولات اكثر والعاب مختلفه، هذا ممتع يا اخوان، الله يسعدكم مره ثانيه. حياكم الله يا جماعة، طور الكراكن أو الأخطبوط العملاق. ما بقول لكم إني متحمسة زي كل مرة، متحمس الأم. ليش؟ لأن هذا الطور ضغطة زر يتغير الماب كامل. أنا ما شفت الأنيميشن لكن بشوفها الآن معاكم. كل اللي أعرفه إن في أخطبوط مرة كبير بالماب تقدر تتحكم فيه إذا أنت مبوست. بسم الله نجرب يا أخوان، نقول يا ساتر يا ساتر. دقيقة، عشان كذا انتهى الجيم. هذا بس تست، فكرة المود باختصار اخطبوط عملاق يدخل تحت الماب ويسحب العالم الى تحت وياخذ الجثة من الوجود. ما بيطول، بنبدا الان اول جيم، لكن طلب بسيط، تبون مودات زيادة؟ اللايك يا جماعة مرة يحمسنا ندور وندفع، ترى بفلوس والله قاعدين ندفع عشان نطلع لكم محتوى تحبونه، واكتبوا لنا تحت افكار مودات تبغون نسويها. بسم الله، يلا يا جماعة الكل يدخل الجيم. لا 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 اس اكس بي يا فدح والله يا رامي، لما تحط قناة تحت ثلاث مرات. يا عمري يا عمري، اللهم لك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر والثناء والحسن. على طول على طول، ايش بسوي على طول يا عيال؟ ايش بسوي على طول؟ بفعل اكسجين على طول على طول على طول على طول على طول. اوكي جنب بعض ذولي كلهم، داونلود طبيعي يا احمد، شوف قاعد تسوي داونلود، ابعد السوس منك، لا تتوتر مهما حدث، اختر مره عشان اسوي داونلود، اموري طيبه. سبوتاج بقف عليهم بيبان شوي بلخمهم لخمة الأرض. قفل بيبان قفل بيبان. فقد أحبه يشوفني. أوكي جبت العيد. بنفسجي. أوكي جبت العيد. وردي. أوكي جبت العيد. أوكي جبت العيد. بنفسجي وردي العالم من كهر القاعدة نافر طيب هناك أبغى أشوف. أوكي جبت العيد. لا 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 اوكي جبت ليت اوكي جبت ليت اوكي اوكي جبت ليت اوكي اوكي جبت ليت اوكي جبت ليت اوكي اوكي جبت ليت اوكي جبت ليت تحولات وش الجيم؟ نقص في الفنتات يا عيال، في واحد قاعد ينقص في الفنتات، السكيورتي قاعد نشوفه. قول له لا اله الا الله. مين مين طيب مين؟ لا اله الا الله، انا السكيورتي والله اني حال نفسي. اوكي اني قاعد اشوف الكامات. اوكي واشوف الشباب. اوكي يدخل معي ناصر، يدخن معي كذا، سلام ده كيف حالك يا بيبي، وشوي اللي يطفي والانوار وكله تجي بحر يسحبه قدام عيني. من هو؟ والله العظيم يدي بيده وناصر قدامي، سلام مات قدامي، فجأة يوم رجع الماب كويس لأحمد قدام وجهي. وين؟ كذا من حيث لا أحتسب قدامي. بسكيرتي. وش وين؟ بسكيرتي. قاعد أركض. طيب. بسكيرتي. طيب. ممكن أنا أقول لك حاجة واحدة بس، أقول لك لو سعد حي الله يرحمه كان تذكر أنا وسعد يوم من الباب تقفل والماب غرق، أبي أدخل السكيورتي لأن الكام شغال ومستحيل الخطبوط بيذبحني، على دخلت على غرق الماب إلا سعد ينتل من قدامي ويدخل تحت وأخش داخل وألقى ناصر مختفي، هو كان بالسكيورتي وألقاك أنت فاتح الكامات وجالس عند جثة ناصر اللي كانت
كانت مو موجوده معناته ايش؟ معناته ان فتح تحول ورجع مره ثانيه. انت قاعد تخش بعيني، انت قاعد تخش بعيني يا احمد غلط غير صحيح. انا اقول لكم يا جماعه انا عندي اتهام على فقده يا عيال احمد، يا عيال شخص واحد انا اتهامي على فقده. انا اتهامي على فقده. عندي سؤال احمد، دي يا احمد عندي سؤال الحين. تقول اختبط ماسك سعد، ليش ناصر هو اللي اختفى؟ شلون سعد مختبط؟ طيب اختبط ذبح ثلاثه حبيبي، ذبح ثلاثه، ذبح ثلاثه احمد يا عيال احمد. طيب اوكي 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 يا ولد صوت حق يا دجال يلا المنتجل والكل تكفى. رايد رايد بروح عنده يلا 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 يلا. الجيم هذا نسبه فوزي فيه 0% 0%. يمه والله النجاة تسبح تصوير ما شاء الله تبارك الله. سبحت البطة بلا سبحت البطة. أبغى رايد يا الله العظيم ايش تعود الضحك يا الله. بس في حركة ليش راح تخليك تدخل وش عنده هناك؟ شوف كان بيطلع رجع دخل يا عيال والله واضح ان احمد بوستر بس قاعد يا عيال قايل لكم يا عيال احمد يا عيال مباشر. لا تنبرش علي، لا تنبرش علي، لا تنبرش. انا مسوي الاجتماع، انا مسوي الاجتماع ثواني. لا تنبرش علي، لا تنبرش علي، ابى اتكلم. عندي اتهام مباشر، ركزوا باللي صار يا جماعه الخير. الرياكتر خرب، مين صلحه؟ انا وجاسر. اسكت. نزلت من تحت لقيت رايد طالع فوق ومقابلنا مين؟ فقدح نازل من فوق. رايد رد على السؤال هذا، تكفى اذا هو كذب قول كذب بس. طيب اوكي تمام كلام صحيح حب. ولكن طيب انا مصلح عندي. طيب اسمع حب حب. اسمع 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 احمد كذاب. ليش كذاب؟ ما صدق احمد طول اي لعبه. لا لا فقدح برضو كذاب كبير. طيب. لكن انا اوثق بصهيب. طيب. يا صهيب طيب ارجوك صهيب مو مصلح معك. انا احكيكم اللي صار عندي بكل اختصار. ايوه تمام؟ ايه؟ بكل اختصار انا كنت اصلح بالرياكتر تمام. اوكي خلصت اصلح الرياكتر في اجل اخطبوط شال واحد ما بعرف مين كان وبعدين دخل البنت وانا طالع من الرياكتر مين شفت؟ فقدح. طيب انا بقول حاجه بختام يا جماعه. الان اسس بيني وبين فقدح تمام. اسس بيني وبين فقدح اوكي. انا لو اني قاتل، لو اني قاتل ولو اني اخطبوط ما بتحول ثم انا اذبح ثم انا بسوي ريبورت. لكن الحمار جاب العيد. بالعقل يا صهيب، بالعقل يا رايد. يا احمد هاي عيال لاني علي سوس، لاني علي سوس. انا على انا على فقدح. يا عيال احمد صهيب احمد معاي احمد معاي. الله يلعن امك. لا يا صهيب تكفى ابلع حبيبي. لا يقول ابلع، يقول ابلع يا عيال بيفوز بيفوز يا عيال ابلع لاني انا مو انا. لازم تصير ذكي احمد، لازم تصير ذكي احمد. رايد 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 تدري ليش انك تعال تعال رايد. خلنا نشوف صراحه ودي اصدق. يلا دزم يلا هنزمن يلا اللي صدق لحقني لحقني بكفر مباري لحقني بكفر مباري بكفر مباري النمس النت. أبي أسوي حركة ذكية، أبي أسوي حركة ذكية أوكي، أبي أسوي حركة ذكية، حركة مرة ذكية. طالب طالب هذا خطأ صيف صيفك صيفك تعال يا سرموشن تعال يا سرموشن شوف ما يقدر يذبحني مواطن هذا جالب يذبح ليش ينزل
اجتماع أسحب واحد ثم برجع طبيعي وبطعن الثاني هو طعن واحد اول ما جت المويه وخلصت دريت انك في جثه شفتك يميني عند الكافيتيريا انت مواطن 100% من بقى بقى بقدح فتح القاتل ليش اطولها ردي فقدح يلا انا بصوت رد يلا رد السلام عليكم يا ابن الذين اسمع رد صايب انا ما ابي تناقش مع احمد صايب تدري من القهر من قوه القهر انه يتحول بالكافيتيريا كذا قدامي كذا يطلع قدامي يقول السلام عليكم فتح هذا انا الاخطبوط شوف القهر صايب اسمع خليك طيب تري بعدها ايش سوى قدام عيني يذبح رايد بعدين يرجع يتحول هذه ثاني مره يقول طيب. ان الموضوع والله ليش يتحول ثم ارجع بالضبط ما دبلني بالضبط كذا يطلعني كذا لا 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 معليش ما توصل انا ليه ما ادبل لانك سبك يا سبك العب امونج من يومك من يومك من يومك من يومك العب امونج زياده تعلمني باللعب يا حبيبي لا نطول صهيب الله يرحم امك لا تصير انسان تغلبك العاطفه انا ادري اني كاني خبيث ودك تصوت علي لكن بالمنطق انا كلمتك علمتك بالمنطق ما في وقت يلعن بالغبنه يا عيال يا عيال ليش يا عيال ليش يا عيال يقطع ام الغبنه ايه فقدح ودك تطعني صح ودك تطعني فقدح ودي والله انا بجي اكلمك انا ما راح العب زين ما راح العب انا رايد لعبه جديده يعني انا ام الغبنه ورب المصعب انه لا ورب الكعبة اللي ما كنت ابي اذبح بس اني نكبت في السكيورتي 10 لازم اطعن يا اخي ثلاث غيري ما انت ماسك الكمات شايفني والله اني ما شفتك ورب الكعبة اللي مسكني يدي في السجين قاعد انظر اقول هلا والله هلا الله اكبر يا غير الله احمد كالعادة يروح يسار نفس كل مقطع منك اروح يسار والله نفس كل مقطع راح يسار من التوتر معلش مهامنا الجميلة بوم 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 شق اوه خلصتها والله توقعت خلصتها هنا ضبط الاسلحة انا خلي تكتم الزي اخر شيء طيب نحط الاسلاك أساس يقول إنه تاستك. من قوة الحواس شو كتاب؟ أصبر. قاعد ألعب بيد واحدة فلازم أقعد ألعب بالماوس والكيبورد حتى ما أدري شو المعامل عليه. جاسر راح منك. أقعد هنا. الله 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 ذي التسكات كلها في الإلكتريكال. نخلص البنزينينج انت اخطبوط امورك طيبه البدايه طفي كهرب الجسد تشوف الاوضاع كيف تروح كذا قدامهم تصلح حرامي سويت مهمه شفت طالع من الزاويه انا تروح توريهم انك مواطن تصلح قدامهم ها صلحت الكهرب شوفوني يمين ناصر انا مصلح الكهرب ها صلح الكهرب احمد صديقي انا ماني مطمن وهذا قاعد يتمشى عندي ورب المصحف ابدا ماني مطمن صهيب قدام عينك مهمتي وجه ابيض نطلع الان نبدا نروح نقفل البيبان نخليهم يصدمون ببعض نعطيها تحول هنا مين بنشيل يا شباب معانا مين يا ساتر سريع مره والله كنت ما بقول لسه شنق كيف كان مختفي مره واحده يا
يا عيون حلو يا عيون شلوه قدام عيني شلوه قدام عيني كبش اللي معه كبش اللي معه يا بقول لك يا ما يمدينا نتحرك دجل البحر صح ايوه البحر ما بيتحرك قدام راح يدبلنا يا جماعه ثواني في واحد كان حولنا جهه الرياكتر مين كان جهه الرياكتر انا شايف ماسك الكامات مين اللي مسك الكامات لا انا مشاري انا طيب مشاري اللي بالكامات مين كانوا معنا باليسار في واحد اختفى ما كان معنا يسار مين ناصر انا في الالكتريك في الالكتريك وش ناصر انت كنت جنبي ترى يا عيال يا عيال الاخطبوط اذا تحول ما يشوفه معناته انه اختفى من المنطقه يعني دخل جهه واختفى منها ففي واحد باليسار انا فاتح الكامات وشفت جاسر دخل على لحظه سعد انت مثل الكامات لا دقيقه لا سعد مثل الكامات في بحر اذا كان في مويه انت تصوت ولا لا يمديك تصوت يمديك تصوت دقيقه سعد اختر شفت سعد بالكامات لا سعد وين بالكامات احمد يزيد مش تعرف بيت علي وانا في الرياكتور سعد سس على سعد نلعب اصول سعد صار انا مش صراحه الموشن اللي ذبحته قبل شوي شافني وقت التحول قليل شافني مضطر اني اطعنه مضطر تاستك صهيب رختر جاسر اماكن العيال الباقين وين اوكي اغلبهم يمين بغيت اتحول كلهم جنب بعض تعال ناصر وين راح ناصر وين راح رجع طبيعي رجع طبيعي وينه اختفى من وين كان هنا اوكي اوكي لا يقطعهم الغبنة البنفسجي مين الأخضر زيي تعالوا لي جاي اثنين يعني اثنين موتة وهذا صحيح يا عيال أنا بالكاميرات سعد مات يمكن عند الأدمن سعد سحب واحد دي. شباب أنا مسوي ميتك اسمحوا لي أتكلم في عندي واحد ونقطة جدا مهمة بقدح اللي ما عندك اسم انت حبيبي جايم الكهرباء من عند الفنت شو بتساوي على كيفك فنتي حبيبي سويت الكهرباء بعدين رحت عبيت بنزين قدام عيني لا يا جماعة اجت مي تمام بعد ما راحت المي طيب يا عيال انا بقول شيء اوكي بقول حاجة واحدة بس بقول حاجة واحدة بس يا عيال واحد من اللي ماتوا ناصر ناصر انا شايفه بالكافيتيريا ناصر انا شايفه بالكافيتيريا جاسر وش وضعكم لا يا حبيبي انا رايدك مع بعض انت لوينك طبط ذبح بالادمن ايش دراك انا بالادمن رختر ركز معي الميتنج اللي فات تمام يوم ما صار الكل الاول تاع رامي اتوقع اللي مات كان معك متاكد شنق بهذيك اللحظه اي انا موجود لا ما كان لا انا كنت دقيقه كيف عرفت انك كنت بالكامات يا رختر كيف عرفت انك كنت بالكامات لو انك باليسار اوكي قول بس لا لا على اخر خمس ثواني تحط علي سس احمد سس كيف سس حط عليه وينك انت يا ساتر اللي دخل علي دخل طيب الوضع مره صعب يا عيال مره صعب لازم اذبح قدر المستطاع طبعاً لازم أنا ببالي خطة يا عيال إني أذبح واحد بالإلكتريك وأدخل مع الثاني معاه كأني داخل شايف الجثة فهمتوا عندي خطة بنت لذينة هناك صهيب جاهم أربعة هذا هنا أحمد نزل تحت طيب أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. جاي من عند الأبر إنجن زين جاي طيران أشوف الكامات شغالة الحين رحت ستارتنج رياكتر يوم سويت ستارت رياكتر طفت الكامات بعد إيش بعد ما جاء البحر يوم دخلت السكيورتي ما حصلت شيء أو ما حصلت جثة شو اسمه اللي من اللي ميت رختر حصلت جثته إيه حصلت جثته سؤال سلام. بسيط طيب طيب على طول تاستك سؤال بسيط الحين بنزين واحد أنا اللي قاعد أسوي بنزين أنت قاعد كيف قاعد تسوي بنزين معاي كيف قاعد أسوي بنزين معك ما سويت بنزين أنا مسوي بنزين لا ما سويت بنزين يا أخي تريح أنا عندي الحين ملاحظة مرة مهمة أنت تقول إن جثته موجودة
اي موجود. انت شوف بعد تحول اخطبوط. هذا اللي انا بقوله. الاخطبوط واضحه يا جماعه. اسمع اسمع، انا اللي اتوقع والله اعلم ان الاخطبوط يوم تحول هجت معاه ما كفى الوقت، اضطر انه يذبح، ويوم ذبح انكب وسوى سيلف ريبورت. انكب سوى سيلف ريبورت معناته انا جاي لك ايش هذا ممكن دقيقه يا عيال قبل لا يبرر اسمعوني خلوني اتكلم. ها ركزوا معي. ها اذا ما طلع فقدح عندكم اثنين يا تاستك يا شوم. لحظه لحظه يا راي تتكلم كانك واثق. راي تتكلم كانك واثق انه مو فقدح. ليش ترى هاي حركات الامبوستر اللي يبغى يضمن نفسه بعدين. اذا ما طلع لانه قبل شوي لو نرجع بالزمن ايش قلت انا؟ قلت يا فقدح يا احمد. احمد انت تخوف مره، انت مره صعب. طيب ليك لا 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 ممكن تاستك بس اذا ما طلع انا شاك فيك مره. ليش ريبورت؟ ليش انكم نفس الناس؟ ليش ما اطلع؟ ليش ما اقفل السكيورتي واطلع بالفنت وانعاش؟ ليش كلامه منطقي؟ يا كلامه منطقي، كلامه منطقي. ممكن توتر بس لا 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 انا اللي اشوفه. خلاص يا عيال احنا سته تاستك تاستك كثير كثير. الان بعد نصص مني بنسبه بسيطه. لازم ما اذبح فقدح، ابدا ما اذبح فقدح. ابغى افتك من جاسر، لازم افتك من جاسر، لازم. وجبت اني افتك منه. تعالوا تعالوا صلحوا، تعالوا صلحوا. رايد تعال صلح، ابغى جاسر معاك. لا تكفله، لا تكفله، لا تكفله، لا تكفله، لا تكفله، لا تكفله. لا تكفى تكفى لا تكفى. والله اني قد حاسد ابو شايع. والله تو قاعد يقول سست عليه. شافني والله اني قلت. اقسم بالله اني قلت. لازم اجتماع، لازم. ايوه طيب. اوكي اوكي اوكي، هدو. مين كان على الطاوله؟ اللي على الطاوله. انا يا سلام. صهيب ركز معاي زين بالكلام اللي بقوله الان. تمام، انت على الطاوله وفي جثتين واحد. تمام، مين اللي ما كان عندنا؟ ما كان عندنا تاستك رقم واحد، وكان عندنا صهيب عليه سوس. عفوا فقدح عليه سوس. اوكي، جاسر اخر مكان خليته فيه كان بالالكتريك، وكان فقدح برضه هناك، لكن بنفس الوقت في ثاني مات. ففي اثنين. صهيب انا واثق فيه 100% لانه كان في مكان الريبورت وما عنده وقت يسوي ريبورت. اللي بصدق خلص. يا سلام. والله شوف دقيقه. من بعد اذنكم، من بعد دي تاستك تكفى. خلني من بعد اذنكم. الدجال الاكبر فينا هذه معروف فيها. ايوه انا وتاستك. اها دقيقه. احمد داخل على جاسر بالالكتريك، سكر الباب وبوجه انا وتاستك، واشوف خرطومك يا احمد. طيب. وانتلت بجاسر وتصفق. طيب. ونحاش انا وتاستك للطاوله. طيب هدوء. وانت جيتنا بالبنت فوق. هدوء. طيب اوكي، ما بتكلم، برد عليك. تمام، اللي صاير الان كالاتي. صبر 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 صبر. اللي صاير الان كالاتي، انت يا فقدح، السوسات اللي عليك من جاسر يوم تقلب عليه الراوند اللي قبل، الان انت تبغى تكسبه بصفك عشان تحول علي انا الموضوع. انا لو اني قاتل ما بروح اضرب الطاوله، كان بفعل الرياكتر وباشيل واحد وبذبحه وصلى على محمد، لان ادري انه ما يقدر صهيب يسوي اجتماع، لان صهيب ما عنده اجتماعات. ايه تاستك معي انا ببرئ تاستك، بس بيناتكم انتوا الاثنين عليكم صوص. يا دقيقه انا اللي كان جنبي لون اخضر. انا انت اخضر يا كذاب. انا 90% واثق فيك، 10%. طيب بقول في الختام بقول شيء بعد صوتوا بكيفكم. يا عيال، صهيب عليه سوس الراوند، فقدح عليه سوس الراوند اللي قبل واللي قبله، وقاعد يتهم تاستك. انا احاول اكسب تاستك، انا مسوي اجتماع. انا مو معقول اني ما بذبح. انا صوت على فقدح. يا عيال فقدح اللي جنبي. احمد مو فقدح. برا قلت لكم جاي من البيت، ما بتصدقوني. لو كلامهم مخزنين المعادين يوم انها بالسيف والعنجهيه في جرها تنقرشاه مثل الشلافين. والله وبالجو والعباد الشبيه جوها على مهور الصفر والبارين اللي عليهم طاقه في الوهليه. يا ربي بغيت اجيب العيد يا عيال.